السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أهالي عراد والحالات. مستمرين في حملة النظافة وخصوصا في الحدائق عندنا في عراد والحالات. الأخوة في بلدية المحرق نشرهم في قسم النظافة، الأخوان الأخ حمد بوعلاي والأخ أحمد الجودر وأدعي المقهوي. ما شاء الله تقريبا هذه ثالث حديقة يروحون لها في عراد، وإن شاء الله مستمرين تنظيف كامل الحدائق إن شاء الله حق عيالنا وأبنائنا. نشكرهم صراحة على العمل اللي يقومون فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدانا أنا الحبيب أخونا حمد معلاي قسم النظافة، يعطيك العافية بدانا. يعافيك. اليوم إجازة يوم جمعة وما شاء الله عليكم، يعني مداومين جزاكم الله خير. خدماتكم خدماتكم. العافية. طبعا حبينا نشكر بلدية المحرق وقسم النظافة والجهود اللي يقومون فيها، انه يوم إجازة ويوم جمعة ومستمرين إن شاء الله في حملة النظافة على محرق محافظة محرق وخاصة عراد والحالات. طبعا احنا اليوم متواجدين في حدائق عراد لتنظيف وتعقيم الحدائق وان شاء الله الامور كلها باذن الله تكون طيبة. اخونا بدانا جزاه الله خير، والاخ الغالي احمد الجودر ما قصرت احمدية، يعطيك العافية وبارك فيك. الله يسلمك. اخونا الغالي ابو حسين ما قصرت يا ابو حسين. حاضرين حاضرين حبيبي. حاضرين. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. نشكر شركة جي سي سي على المتابعة والجهود المبذولة، مو مقصرين والله. حاضرين عليكم. حاضرين عليكم. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. مشكورين ما قصرتوا.